طيب قلنا البلس، قلنا الدوت معناها سنجل كاركتر يعني حرف خانه واحده. في علامه الاستفهام بيقول لي بيماتش 0 اور 1 انستنس اوف ذا سترينجز بريسيدنج ات، يعني برضه بيماتش 0 او 1 من اللي قبله. خد بالكم مش البلس، البلس كده تفرق عن النجمه عن الاستفهام ممكن الثاني اور مور، دي هنا مفيش مور، يا يماتش يا يزيد يا في اللي قبليه يا مفيش اللي قبليه، اللي قبليه واحد مش في بقى منه كتير، مش في منه كتير، مفيش كتير دي. ده الفرق اللي ما بين الزائد وما بين الايه؟ علامه الاستفهام. ماشي؟ ماشي؟ يبقى احنا عندنا الثلاث حاجات اللي كنت قلتهم، مفيش منه، في منه واحد، في منه اكتر من واحد. بالنسبه للنجمه ماشي معاها الثلاثه، مفيش منه ماشي، في اكتر من واحد ماشي، في واحد بس ماشي. في البلس حاجات مفيش منه دي ممنوعه، لازم يكون في منه واحد او اكتر من واحد، لكن مفيش منه دي ما تنفعش. تمام؟ بالنسبه لعلامه الاستفهام قررت تقول لك ايه؟ مفيش منه ماشي، في منه واحد ماشي، في منه اكتر من واحد لا. هي بتشتغل يا في منه يا مفيش منه. تمام؟ الثلاث معايير اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول. ماشي؟ طيب الكارت دي اللي هي علامه الاس اللي احنا بنتكلم عليها دي بدايه النص. الدولار ساين دي اند اوف سترينج، خلاص عرفناهم. ماشي كده؟ الحمد لله ان انا خلصت من دول، مش عارف خلصتهم ازاي. طيب تعالى بقى للايه؟ لدول. دول مهمين جدا دول، اللي هي الاقواس المربعه دي. افهم بقى لعبتهم عشان دول فيهم شغل جميل جدا. تمام؟ انا بحبهم. لانه بيعملوا معاك شغل جامد، الاقواس كلها، الاقواس كلها ليها معاني كويسه جدا. هنا قلت A B C ما بين القوسين المربعين دول، بقى معناها ايه؟ خلاص؟ أي حرف A أو B أو C أو أي حرف ما بين البراكتس. نعم. أي حاجة ما بين السكوير براكتس. ماشي. يعني حرف الـ A أو حرف الـ B أو حرف الـ C ما عندوش مشكلة. تمام؟ طب السي والبي والام هو حرف او بيتعامل مع حرف خانه خانه. تمام؟ لما بستخدم الكارت او علامه الاس قبل النص الموجود بمعناها اي حاجه غير الاي والبي والسي. بمعناها ايه؟ اي حاجه غير الاي والبي والسي. واضحه؟ احنا استخدمناها من شويه اصلا، يعني احنا استخدمناها في المثال بتاعنا، قلنا من السي للاف. تمام؟ لو انا جيت عملت مثلا من الاي للجي بس جيت عملت علامه الاس كده، فمعناها ايه؟ اي حاجه مش من الاي للجي، مش من الاي للجي، اشيل البلس. طبعا هتلاقي برضو الحجم كبير، يعني احنا ممكن نوسع الدنيا هنا المره دي عشان احنا ماشيين بالعكس. تمام؟ يعني لغايه الام مثلا. برضه مش احنا مش محتاجين بلس دلوقتي في حاجه. طبعا من ايه للام، انا قلت مش من الايه للام، اي حاجه ثانيه غير الايه للام، هو جاب لي برضه تسعه. لا هنا جاب لي جام تسعه كلهم جم. يعني لو رجعنا هنلاقي كلامه صح، احنا مصدقينه بصراحه يعني. هجيب لغايه الار مثلا، من ايه للار. تمام؟ جاب لي هنا 8، في واحد طار. احنا المفروض نعرف مين هو اللي طار عشان تبقى سهل علينا يعني. لا حبيبي موجود اهو. هو في حد طار بس احنا مش مهم مالنا، سامي وانور وطارق ومحمد وطه ومصطفى وسورة وعبد الحميد، مين عنده سرعة ملاحظة بقى؟ مين؟ جهاد؟ جهاد مش موجود. جهاد هي الوحيدة اللي ما جاتش. ليه بقى؟ الجي من الـ A للـ R، الـ E من الـ A للـ R، الـ H من الـ A للـ R، الـ A من الـ A للـ R، والـ D من الـ A للـ R، صح؟ فدي طارت، دي الوحيدة اللي طارت من القصة خالص، يعني أي حد في من أي حرف من الـ A للـ R، طبعًا عشان عملت الداش عشان دي رينج، ماشي؟ اللي هي دي، احنا يعني اشتغلنا على الحتة دي. طب خد بالك الكابتر والسمول برضه بتفرق، يعني قلت له A داش Z، A داش Z بقى ماتش اني ماتش ايه ابر كيس من الاي لغايه الزد.
تمام، دي رينج. لما بعملها بالسمول نفس الكلام، اما اعملها بالارقام نفس الكلام، مفهومه؟ دي معناها رينج يعني، من الاخر هي الداش دي معناها رينج، انت ما بين مع القوسين اللي هم ايه السكوير براكتس، اللي هم القوسين المربعين دول السكوير براكتس دول، دي معناها ايه؟ انا بستخدم على السكوير براكتس ايه؟ السكوير براكتس ببساطه حاجه من الموجودين في النص. فانت لو دخلت كده وقلنا مثلا ايه كاسكي كود، كاسكي كود تيبل مثلا، وقلت له خش على الايمجز كده، هفهمك حاجه. طب اديني فرصه، طب مش تسال، طب ما ايوه هو ماشي نفس الترتيب. تمام، انا دلوقتي انا اجيب لك تيبل يكون سهل كده، يكون مفصل وبسيط اهو. مثلا انا مش عايز يكسر اسم، انا عايز بتاع، انا مش عايز الدنيا كده، ماشي نقول منه خلاص، نقول منه المعلومه بس، الفكره بس، مش محتاج اكتر من كده. انا عندي لو بصينا هنا هيشيلني، ماشي يدي كده ايه سيف الصوره، كمان سيف ايه وسيف هنبني نكبرها وراحتها. بص هو الرموز بتبقى ماشيه كده، عندك ايه ادي الايه لغايه الايه الزد، تمام انت حددت كده ماشي، عندك من الايه السمول لغايه الايه لغايه الزد السمول، ادي رينج تاني تمام. طب لو انت قلت من الايه الكابيتال لغايه الزد السمول، تبقى انت عارف ان الاقواس دي هتخش معاك في اللعبه، والسبيس او العلامه دي البسيطه، انا مش عارف الصوره واضحه عندكم ولا لا، في بيبقى ايه، يبقى العلامات لو انت جيت عملت علامه معينه تبقى عارف ان ده ممكن يجي في وسطها حاجات، يعني لو انت قلت من الصفر، خلينا هنا احسن، هنا اوضح، لو قلت له من الصفر تمام، الصفر هنا ماشي ايه، وقلت له لغايه الزد الكابيتال، يبقى انت فاهم ان الصفر 1 2 3 4 5 9، وخد بالك في شويه رموز هتتقبل في النص اللي هي الكولون والسيمي كولون والاصغر منه وبيساوي اكبر منه وعلامه الاستفهام هتيجي معاك في اللعبه والات. لو انت بقى مش عارف هتقعد بقى تقول ايه ده، ازاي دي اتقبلت ومش ازاي دي اتقبلت، انت مش عارف ان الرينج ده مفتوح طبقا للاسكي كود، فهمتني؟ تمام. الفكره بتاعت انت عرفتها كده، انت خدت الفكره، انت هتحفظها؟ احنا مش عارفين نحفظها، انا هنظر، احنا بس كده عارفين الحاجات الاساسيه اللي مشهوره، لكن انت بعد كده لما تيجي بتكتب جمله وبتدور على حاجه تقوم فاتح التيبل قدامك وتبص بس، فاهمني؟ بس بسيطه جدا، مش هتحفظ، مش هيتحفظ وما تحاولش، ومش عايزين، يعني مش عشان هو عايز يتحفظ، هو عشان احنا عرفناه خلاص، وقت ما بحب اخش اسيرش زي ما انا عملت كده، سرشت جبته بصيت في ايه العلامات اللي في النص عرفتها خلاص، يعني خد الامور ببساطه تمام كده. طيب دي كده الايه الاقواس اللي من النوعيه دي، انا عايز اتكلم عن الاقواس الثانيه، النوعيه الثانيه، هسيب دول دلوقتي الرموز الخاصه بتاعت الماي سيكول. في دول مهمين برضه، اللي هم الاقواس اللي هي الكيرلي بقى، كيرلي بريسز دي ماشي، برضه بتاثر على اللي قبلها، بتاثر على اللي قبلها. طب احط هنا رقم ماشي، لما احط رقم معناه اللي قبله منه نفس الرقم ده، يا نهار ابيض على اللغه،